السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم منح من كل العالم. منحة التي سوف نقوم بتقديمها اليومية منحة جد ممتازة، هي منحة دراسية في قطر وبالضبط في جامعة لوسيل المعروفة والعريقة في قطر. الآن سوف نقوم بشرح وإعطاء المعلومات المتعلقة بهذه المنحة. كالدولة المستضيفة فهي قطر، أما الجهة المانحة فهي جامعة لوسيل. أما الدول المتاحة لهم التقديم فجميع الدول المتاحة للتقديم منها الدول العربية لأنها تقبل عدد كبير من الطلبة أو المتقدمين من دول عربية شقيقة. أما بالنسبة للجهة المرحلة التي يمكنكم التقديم عليها فهي متوفرة فقط لمرحلة الإجازة المعروفة ببكالوريوس في بعض الدول أو عامة معروفة بالليسانس. أما بالنسبة لمميزات هذه المنحة فهي مميزات جد ممتازة، هناك إعفاء من رسوم الدراسة، كذلك توفر لك سكن جامعي، تذاكر الطيران، كذلك راتب شهري ممتاز. أما بالنسبة للتخصصات المتاحة فهناك تخصصات مثل إدارة الأعمال بفروعها، التربية بفروعها، كذلك العلوم في التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكذلك العلوم في التكنولوجيا والمعلومات الأمن السيراني. كذلك توفر لك فرصة لدراسة التخصص التصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، كذلك الآداب تخصص العلوم السياسية والقانون. فهذه هم التخصصات التي تتيحها لك هذه المنحة. أما بالنسبة للمستندات أو الأوراق التي يجب عليك إرفاقها، يجب عليك إرفاق صورة شخصية، صورة من جواز سفر، كذلك صورة من شهادة تخرج وبيان درجات أو آخر مؤهل دراسي حصلت عليه. يعني أنت مثلا إذا كنت حاصل على شهادة ليسانس وتريد إعادة دراسة شهادة ليسانس في قطر يمكنك كذلك، إذا كنت حاصل على شهادة الثانوية يمكنك التقديم عليها. بالنسبة شهادة حسن السيرة والسلوك يجب عليك إرفاقها ويمكنك الحصول عليها في أقرب مديرية أمن متواجدة في مدينتك. كذلك شهادة اللغة الإنجليزية فهي ليست إلزامية بل اختيارية. كذلك يجب عليك توفير ليش يجب عليك فهي اختيارية كذلك شهادة داعمة مثل كورسات، فصلات تدريب، فصلات تطوع قد قمت بها فهي اختيارية يمكنكم إرفاقها إذا كانت لديك. بالنسبة لشروط التقديم هذه المنحة ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها. كذلك شهادة اللغة الإنجليزية ليست إلزامية لأن هناك تخصصات يمكنك الدراسة بها باللغة العربية وهناك تخصصات الدراسة باللغة الإنجليزية وعلى حسب اختيارك للتخصص. كذلك بالنسبة لآخر موعد للتقديم، لقد قمت بخطأ في موعد بدء يمكنكم أن تنسوه. آخر موعد للتقديم هو 15 أغسطس 2022 كحد أقصى للتقديم على هذه المنحة. الآن سوف نقوم بالتقديم أو الإعلان، طلع على الإعلان الرسمي للمنحة بالضغط على هذه الأيقونة. سوف تجدونها على هذا الشكل. هنا المعلومات المتعلقة بالمنحة، هنا سوف تجد جميع المعلومات كذلك التخصصات. بعد اطلاعكم على المعلومات الآن سوف نقوم بالتقديم على هذه الفرصة بالضغط على قدم الآن. بعد الضغط عليها سوف تذهبون مباشرة إلى هذا الموقع. هنا سوف نقوم بإنشاء حساب، هنا سوف تجدون يسألكم للطلبة المحليين أو للطلبة الدوليين. مثلا سوف نقوم بالضغط على First Time Account، هنا بالضغط عليها سوف تجدون خانة على هذا الشكل. هنا رقم بطاقة الشخصية للقطرية، بالنسبة لنا دوليين سوف نقوم بإدخال 11 رقما مختلفا، يمكن اختيار الرقم الذي يناسبكم من 0 إلى 11 رقما. كمثال هنا قمت بإدخال أرقام عشوائيين هنا. بعد ذلك سوف تقوم باختيار كلمة السر وإعادة كلمة السر، وبعدها اختيار الإيميل الخاص بكم وإعادته. بعد ذلك تقومون بالضغط على Continue. قبل الضغط على Continue بالنسبة لنيو بين يجب عليكم أن تقوموا بإدخال كلمة السر بالأرقام وليس بالحروف، يعني فقط الأرقام. بعد ذلك تقومون بالضغط على Continue للذهاب إلى الصفحة الموالية التي سوف نقوم به هنا، وسوف تجدون هنا سوف تقوم باختيار طلبات القبول المتاحة International Application. بالنسبة لنا نحن متقدمين دوليين سوف نقوم باختيار الاختيار الخانة الأول ونقوم بالضغط على التقديم Apply للذهاب إلى المرحلة الموالية، يعني فقط الانتظار الصفحة. وهنا عليكم إدخال معلوماتكم الشخصية مثل الاسم الشخصي، اسم عائلي، وكذلك إعادة إدخالها باللغة العربية، كذلك الجندر، الجنس ذكر أم أنثى، سنة الميلاد، الجنسية كذلك، رقم جواز السفر، الحالة الوظيفية employed، هنا سوف تقوم بإدخال الحالة الوظيفية مثلا no employed. بعدها تقومون بإدخال work institution إذا كنت حاليا فهي اختيارية يمكنك أن تتركها فارغة. هنا هل لديك أي إعاقة قدر الله، نعم أم لا.
وهنا في الخانة معلوم خاصة بالمعلومات التواصل، هنا سوف تقوم بإدخال الهاتف الشخصي، الإيميل، كذلك بلد الإقامة، العنوان، المدينة وغيرها من المعلومات الشخصية. هنا Parents، بيان ولي الأمر، هنا سوف تقوم بإدخال اسم الأب وكذلك المعطيات المتعلقة به. وهنا بيانات المدرسة الثانوية، هنا سوف تقومون بإدخال المعلومات المتعلقة بالثانوياتكم الحاصلة على هذه الشهادة، مثل اسم الثانوية، كذلك عنوان المدرسة، كذلك المؤهل الأكاديمي التي حصلتم عليه، يعني تاريخ التخرج، سنة الثانوية العامة مثلا، النقطة التي حصلتم عليها، كذلك درجة امتحان المادة اللغة العربية. وهنا سوف نقوم بإدخال هذه الأيقونة، نقوم بالنقر على نعم، وبعدها سوف نقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة التي سوف تجدونها هنا، عليكم فقط إرفاق الأوراق. بعد ذلك تقومون بالضغط على Next Page. في Next Page سوف تدخلون فقط آخر مرحلة، مرحلة اختيار التخصص الذي يناسبكم، فلديك اختيارات، ثلاث اختيارات أظن، عليك فقط اختيار التخصص، وبعد ذلك تقوم بالضغط على Submit، وهنا نكون قد انتهينا من تقديم على هذه المنحة المميزة. شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.